لكن الأهلي أعلن ضم نجم كرة اليد الدولي علي زين. علي زين بيعود للأهلي على سبيل الإعارة لكأس السوبر الأفريقي وكأس الكوس. هو جاي للمناسبة. أيوه. علي زين ابن النادي الأهلي. أيوه. هو ما تقدرش تقول يعني الاستعانة بخبير أجنبي أو بلاعب أجنبي. هو عودة أحد أبناء الأهلي لدعم. بدون شروط الحقيقة. راجع بدون شروط. هو علي زين ابن زين الهواري يعني المستشار زين. يعني تاريخ طويل في النادي صحيح. الأهلي. صحيح. فاحنا ننتظر منه الكثير وعشمانين فيه الكثير، لكن هو إضافة قوية. مش عايزة كلام يعني.